موضوع السيطرة على سوق المال. فولكر كان قبل ما ينام، بول فولكر كل ليلة قبل ما ينام يحطوا له ورقة جنب السرير مكتوب عليها أسعار إقفال العملات، وجنبها عمود فاضي شو لازم يكون سعر العملة تاني يوم، وكان يحدد السويس فرانك بده يرفعه بده ينزله، اليورو بده يرفعه بنزله، من خلال طبعا الأساليب المعروفة اللي هي ضخ الأموال وشراء وبيع العملات. فهذا هذه قوة سوق، سوق تحكمه أمريكا حجمه 3 تريليون يوميا، كل يوم في تداول نقدي 3 تريليون. وكما قال أستاذي علي عتيقة، إحنا نقطة في هذا البحر، لما نحكي عن حركة نقدية يومية 3 تريليون دولار، وإحنا كاقتصاد كليتنا لا نشكل دولة من دول أوروبا في وطننا العربي هذا صحيح. التجارة البينية مشكلة إحنا أغفلناها وما زلنا نغفلها وكلنا مقصرين فيها. رسم المستقبل، رسم المستقبل مش صنع حكومة بس، كل واحد فينا يستطيع أن يرسم المستقبل، لأن المستقبل يتألف من قطع تركب كلها. أنت تستطيع في حقلك كأستاذ، كصانع، كمصنع، كشركة، كمؤسسة بحث، كل واحد يستطيع أن يصنع المستقبل. الجدية في التطبيق هذا صحيح مشكلتنا، نوضع خطط ونعمل بيانات ولكن التطبيق دائما ينقصنا. احنا يعني نعتقد ان انا يعني في فلسفتنا ان التطبيق اهم من القرار، يعني ما تاخذ قرار وتضيع وقتك اذا ما فيش وضعت آلية لتطبيقه بعد اتخاذه. يعني اذا ما فيش آلية لتطبيق الاتخاذ ما تاخذوش احسن وافضل لك وافضل لكرامتك. مستقبل الرأسمالية، لا ما فيش تغيير على الرأسمالية. النظام مثلا اسال دائما عن النظام الاسلامي، نظام جيد وأثبت نجاحه ولكنه ليس بديل، والشيوعية ليست بديل. احنا تتكلم عن عدة أنظمة كليتها تبني العلاقات الاقتصادية، والرأسمالية الصحيحة هي التي أثبتت نجاحها. عندما يساء استعمال الرأسمالية كما يقول شكسبير في مكبث، ما في شيء جيد أو سيء إلا كما ترى عقولنا. There is nothing good or bad except as our minds see it. فأنت ما في شيء بالمطلق أنه الرأسمالية نظام جيد ولا سيء إلا كما أنت تراه وتطبقه. والقطاع الخاص طبعا بني، والاقتصاد كله بني على النظام الرأسمالي الصحيح وليس الرأسمالي الاستغلالي والجشع والإلآخري. تشجيع الإبداع، احنا اليوم أنا كنت في جلسة الحقيقة بلقاء حول هذا الموضوع، ورح نعمل مركز في مركز طلال أبو غزالة للمعرفة للشباب اللي الناشئين هذول اللي أنا بهموني، اللي هم رح يكونوا قادة المستقبل، واللي هم لما تروح تتفرج عليهم بتشوف الإبداع في وجههم والقدرة والعلم. هذول الناس هنعمل لهم، وكانت مبارح في رئيسة مايكروسوفت زارت المركز واتفقنا على أن نعمل بلاتفورم نمولها كاملة لتعطي هذول المبدعين فرصة أن يستعملوا كل التقنيات العلمية مجانا. شكرا لك على كل ما تقدمه لأمتك ولبلدك الأردن وما قدمت في هذا المساء. أستاذ يعني قبل ما بس بدي أشير إلى ما هو هذا، بدي أشير لملاحظة أخوي رفيق. إحنا في الجمعية حتى جهودنا مثل ما تفضلت ألا استضافتها، نحن بكل نهاية ندوة لدينا توصيات محددة تذهب إلى صناع القرار في بلدنا. ما تفضل فيه الأستاذ طلال ومن مناقشات غنية في هذا المساء واللي أغناها الحقيقة معالي الأستاذ علي عتيقة أخونا الكبير، أعلن سعادة الأستاذ سليمان بأنه سيكون هناك لجنة لوضع توصيات في مستقبل الاقتصاد العربي لتكون استكمال لندوة سابقة تقدمتها أستاذنا الكبير الدكتور محدي المصري حول العمل العربي المشترك بشقه الفكري والسياسي والمؤسسات. فسوف تكون توصيات هذا المساء استكمالا لرؤية قد تقدم
حول العمل العربي المشترك، وهكذا في كل ندواتنا. أنا بس بدي أقول ملاحظتين أو ملاحظة واحدة وذكرها الأستاذ طلال. أنا زرت من 10 سنوات وكنت لرئيس واحدة من شركات التعدين في ور الصافي، أثيوبيا وجيبوتي، سعياً للتسويق. وفعلاً أنا بضم صوتي لصوت الأستاذ طلال، نذهب إلى السوق الأمريكي بشروط عالية بمواصفات تتعب المنتج، ونترك مناطق في أفريقيا مثل أثيوبيا وجيبوتي وأريتريا والسودان تقبل بالمواصفات اللي نقبل بها بالأردن، نذهب هنا وهذه أسواق بكر وقريبة بالمناسبة. يعني مشكلة الأردن أنه يعني اسمها عقبة ميناءنا، وهي عقبة يعني جغرافية، نعم عقبة يعني حتى تطلع على قناة السويس وتروح للمتوسط. هذه الأسواق اللي أتحدث عنها هي أسواق مباشرة عبر البحر الأحمر تصل إلى هذه الأسواق. فعلا أرجو أن تكون واحدة من التوصيات أن نبحث عن أسواق لها علاقة بشكل أو بآخر فينا ومستوى إنتاجنا. وأنا يعني بتمنى على اللجنة أنه نبحث، يعني قالوا عن الرأسمالية، أنا بعتقد أنه إحنا مش بصدد اقتراح أو اجتراح نظري جديد، يمكن اشتقاق نموذج عربي نموذج وطني من هذه النظرية الكبرى. يعني ما بدناش نتعب حالنا بنظريات جديدة، ولكن يمكن اشتقاق نموذج مناسب للحالة العربية والحالة الأردنية. بالنهاية أستاذ طلال، يعني اسمح لي أخواني الأعزاء أني أشكر جورسات التلفزيون الأردني، المحطة الأردنية مش التلفزيون الأردني، وجوردن ديز أيضا جماعة الإنترنت اللي بيبثوا مباشرة على التلفزيون، اللي تنبهوا إلى أهمية لقاءات هذه الجمعية واللي بيبثوها بشكل مباشر. شكرا أستاذ طلال لتشريفك. أشكركم على شرف استضافتكم، شرف لي. الله يخليك.